النهاردة هنتكلم عن باب جديد أو شابتر جديد اسمه قوانين الحركة. أهم قانون هنتكلم عنه وهو اللي بيليد يعني الشابتر ده قانون نيوتن. قانون نيوتن بيقول إن لو في جسيم عندنا كده وبتأثر عليه عدة قوى أو مجموعة من القوى، فبنلاقي إن محصلة القوى دي كلها بتتناسب مع العجلة اللي بيتحرك بيها الجسيم ده. يبقى تاني، محصلة القوة بتتناسب تناسبا طرديا مع العجلة اللي بيتحرك بيها هذا الجسيم، وثابت التناسب ده عبارة عن الكتلة. يبقى ممكن نقول قانون نيوتن كده عبارة عن إن محصلة القوة بتساوي الـ m في الـ F. دي لو كنت بتتكلم في بعد واحد، يعني بتكلم مثلا حركة في خط مستقيم سواء لليمين مثلا أو للشمال، أو ممكن حركة في خط مستقيم لأعلى ولأسفل، يعني سواء كده أو كده. خلينا نفصلهم برضو عشان نفرقهم عن الحركة في المستوى. يبقى سواء بتتحرك شمال ويمين أو أفقي يعني، أو بتتحرك رأسي، المهم إنك بتتحرك في بعد واحد. لو أنا بتحرك في بعدين بقى أو بتحرك في مستوى يعني، فاتفقنا إن إحنا عندنا أكتر من نوع من الإحداثيات بنقدر نوصف بيه حركة الجسيم في المستوى. لو كنت شغال احداثيات كارتيزيه خليك عارف ان انا عندي اتجاهين، اتجاه اسمه اكس واتجاه اسمه واي لو شغال في 2D طبعا. وبالتالي انا دلوقتي هفصل المساله بتاعتي او الحركه بتاعتي، هيبقى ليها 2 ستيجز. يعني هيبقى اول حاجه محصله القوه في اتجاه اكس بتساوي ام في اف اكس اللي هي العجله في اتجاه اكس، ومحصله القوه في اتجاه واي بتساوي ام في اف واي. ده لو كانت الاحداثيات كارتيزيه. اما لو كانت قطبيه فمحصله القوه في اتجاه الار بتساوي ام اف ار، ولو والشق الثاني هو ان محصله القوه في اتجاه السيتا بتساوي ام اف سيتا، لان احنا عندنا في الاحداثيات القطبيه عندنا اتجاهين ار وسيتا. اما بالنسبه للاحداثيات الطبيعيه فاحنا عندنا اتجاهين تاو وان، تانجنت والنورمال. يبقى محصله القوه في اتجاه التانجنت بتساوي ام في اف تانجنت، ومحصلة القوة في اتجاه الـ n بتساوي mfn. نراجع سريعا ازاي نقدر نحدد اذا كنت شغال احداثيات طبيعية او قطبية او كارتيزية. الكارتيزية هي الاحداثيات العادية بتاعتنا بتظهر في وجود i و j، او لو لقيت ان المسألة مش شغالة لا طبيعي ولا قطبي اعرف انك شغال كارتيزي. يبقى الاول خلينا نقول كده الاحداثيات الطبيعية دي اكتر حاجة مميزة. ايه اللي بيميزها؟ ان دايما بيكون في مسار متحدد مسبقا زي مضمار سباق عربيه تتحرك فيه، مدار كويكب او كوكب بيتحرك في المدار بتاعه ده، عشان كده في تانجنت ونورمال لازم يلتزم بالمسار. يبقى ده الاحداثيات الطبيعيه بنعرفها من هنا. اما الاحداثيات القطبيه فهو بيتحرك براحته، يعني غالبا بيبقى مسار منحني، والمسار المنحني ده بيبقى ليه نصف قطب اسمه رو. يبقى هي دي الاحداثيات القطبيه وهو اللي بيصنع المسار. الكارتيزي بقى لا ده ولا ده، انت بتتحرك حركه عاديه باستخدام الاي والجي. خلينا نكمل ونشوف مثال عشان نقدر نفهم اكتر.